أصحاب السعادة الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومعالي رئيس الوزراء سيد نريندر مودي، ومعالي الوزراء والوفود الكرام، الضيوف الكرام وأصدقاء الإعلام، ولدينا الآن كلمة من معالي رئيس الوزراء ورئيس جمهورية مصر. أستاذ السيسي، دونو بي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معالي الوزراء والوفود البلدين والأصدقاء في الإعلام. بعد هذه بدء أود أن أرحب بفخامة الرئيس المصري ووفد الكريم في الهند ترحيبا حارا من القلب. سيشارك فخامة الرئيس السيسي في احتفالات يوم الجمهورية غدا بوصفه ضيف شرف، وهذا من غلاء الشرف والفرح للشعب الهندي لأقنبه. كما يسعدني أن وحدة عسكرية مصرية أيضا تشارك في عرض يوم جمهوريتنا، مما يزيد العرض رونقا وجمالا. أيها الأصدقاء، الهند ومصر من أقدم الحضارات في العالم، والعلاقات بيننا مستمرة منذ آلاف السنين. منذ أكثر من 4000 عام كانت التجارة مع مصر قائمة من خلال ميناء الوصال بولاية غجرات. ورغم مختلف التغيرات الحاصلة في العالم، إلا أنه ما زالت علاقاتنا مستمرة ومستقرة، والتعاون بيننا ما زال يزداد قوة واستمرار. وفي السنوات القليلة الماضية ترسخت وتعمقت هذه العلاقات أكثر فأكثر، وأعتقد أن الفضل فيه يرجع إلى القيادة الحكيمة والناجحة لفخامة الرئيس السيسي. هذا العام دعت الهند مصر للمشاركة كدولة ضيف في قمة مجموعة الـ20 التي تستضيفها وتترأسها الهند، مما يدل على الصداقة الخاصة بيننا. أيها الأصدقاء، على أحد طرفي بحر العرب يتقع الهند، وعلى الجانب الآخر تقع مصر. سيكون التنسيق الاستراتيجي بيننا مفيدا للسلام والازدهار في المنطقة بأكملها. ولذلك قررنا في لقائنا اليوم رفع علاقتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. لقد قررنا أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر سوف نقوم بتطوير البنية الطويلة الأمد والأكثر شمولا للتعاون في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والعلمية. يشعر كل من الهند ومصر भारत और इजिप्त दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रकार से चिंतित हैं। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही आवश्यक है, और इसके लिए हम साथ मिलकर هناك زيادة ملحوظة في المناورات والتدريبات المشتركة وبناء القدرات المشتركة بين الجيوش. يشكل استخدام الفضاء السبراني لنشر التطرف والأيديولوجيات بحثنا عن كسب الخسائر الكثيرة في البنية التحتية للرعاية الصحية وسلاسل التوريد العالمية. لقد كنت أنا ورئيس
الرئيس السيسي على اتصال وثيق خلال هذه الأزمة، وتبادلنا إرسال المساعدات الفردية اللازمة عند الحاجة. اليوم ناقشنا بالتفصيل كيف يمكننا أن نقوم بتعزيز سلاسل التوريد في الأرضية وصناعة الأدوية التي تضررت بسبب الجائحة والحرب الدائرة في أوكرانيا. كما اتفقنا على ضرورة زيادة الاستثمار المتبادل والتجاري في هذه القطاعات. قررنا معا انه في السنوات الخمس القادمة سنرفع حجم التجارة المتبادلة الى 12 مليار دولار سنويا. أيها الأصدقاء، نعرض أن تقديرنا البالغ لجمهورية مصر على استضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بنجاح باهر وعلى جهودها في تأمين شكرا جزيلا. والآن أوجه الدعوة إلى فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليلقي كلمته. His Excellency Shri Narendra Modi Ji, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, मिस्र और भारत पक्ष के मंत्री और ذلك اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950 ليدشن بلدكم الكبير حلقة جديدة من تاريخه العظيم. وتوجه بشكر السيد رئيس الوزراء على تلك المبادرة المقدرة وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، والذي يعبر بصدق عن العلاقات الأخوية الممتدة والحافلة بين بلدينا وشعبينا، حيث نحتفل هذا العام بمرور 75 عاماً على تدشينها. السيدات والسادة، لقد استعرضنا خلال المباحثات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري والدفاعي، حيث أكدنا مواصلة العمل زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين والمسلمين. كما أوضحت دولة رئيس الوزراء الفرص والحوافز अधिक तम करने के लिए काम जारी रखने की पुष्टि की है. मिस्र और भारतीय लोगों की आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को पूरा ताके कर सकें. मैंने प्रधानमंत्री को मिस्र में उपलब्ध निवेश के अवसरों, प्रोत्साहनों और लाभों और सरकार द्वारा विदेश निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में भी बताया. मैंने इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निवेश बढ़ाने की अपनी आकांक्षा जाहिर की है, उनके सामने जाहिर की है, खास तौर से सुएस नहर इकोनॉमिक जोन في مجالات واعده من اهتمام بضخ استثمارات في مصر. ومن ناحيه اخرى اتفقت رؤانا على تعظيم التعاون القائم في المجالات المختلفه والانطلاق نحو شراكات في مجالات جديده، ومن بينها التعاون في مجال الطاقه الجديده والمتجدده وانتاج الهيدروجين الاخضر. واتفقنا ايضا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بيننا في عدة مجالات أخرى وعلى رأسها الزراعة والتعليم العالي وصناعة الكيماويات والأسمدة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني. ولقد أكدت كذلك للسيد رئيس الوزراء ضرورة تكوين قنوات منتظمة تتيح تبادل الخبرات والمعرفة
فيما يرتبط بالتجارب والمبادرات الناجحة في كل من البلدين، خاصة على صعيد تطوير الصناعة المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم. كما لا يخفى عليكم أن مصر والهند تتشاركان في البعد الحضاري الذي يضرب بجذوره في أعماق التاريخ الإنساني، ولذا فقد اتفقنا على ضرورة تعزيز الروابط والصلات على المستوى الثقافي من خلال المشاركة المتبادلة في الفعاليات الثقافية في كل من البلدين، وعلى أهمية تيسير سبل التواصل بين شعبي البلدين لتسهيل حركة السياحة البينية من خلال تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند، لا سيما بين العاصمتين القاهرة ونيودلهي، حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء على ترحيبنا الكامل في مصر باستقبال المزيد من السائحين الهنود. السيدات والسادة، لقد كان التعاون في مجال الدفاع على جدول أعمال المباحثات اليوم، فتعزيز التعاون في ذلك المجال خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية بين البلدين، إذ أكدنا مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والعمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون في ذلك المجال بما في ذلك التصنيع المشترك. كما دار نقاش معمق ومثمر بيني وبين دولة رئيس الوزراء حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الدول النامية بشكل خاص، وتطابقت تقديراتنا حول أن توالي الأزمات ذات الأثر الدولي قد برهن من جديد على القيمة الكبيرة للعمل المشترك بين الدول الصديقة لتعزيز قدرتها على مجابهة التحديات الناجمة عن تلك الأزمات. وتناولنا أيضا السبل المثلى لمكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، إذ أن لدينا وجهة نظر مشتركة في هذا الصدد، وهي أن التعاون معا سوف يعين على القضاء على العنف، لأن انتشار العنف والإرهاب والفكر المتطرف يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط لبلدينا ولكن لكافة الدول في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق فقد اتفقنا على أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني وإعطاء قوة دفع لمزيد من التنسيق في ذلك المجال الحيوي، فلا تنمية بدون استقرار أمني. كما استعرضت مع دولة رئيس الوزراء ما أسفرت عنه القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ من نتائج مهمة، خاصة ما يتعلق بإنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار المترتبة على التغيرات المناخية، لا سيما في الدول النامية التي تعاني فيها البنية التحتية من الضعف وعدم القدرة على الصمود أمام آثار التغيرات المناخية. وقد قدمت بالشكر لدولة رئيس الوزراء على دعوة مصر للمشاركة في عمل مجموعة 20 تحت الرئاسة الهندية لعام 2023، وأكدت له أن مصر لن تدخر جهدا من أجل دفع المحادثات في الاتجاه البناء سعيا لتحقيق تطلعات دول الجنوب، وبما يتيح التوصل لطرق فعالة لمواجهة أزمات الطاقة وتغير المناخ ونقص الغذاء وشح التمويل من أجل التنمية وتراكم الديون المستحقة على الدول النامية. فتلك قضايا نضعها على رأس أولوياتنا سعيا لإعادة الاستقرار والتوازن إلى البيئة الاقتصادية الدولية. ولقد شهدت مباحثتنا اليوم نقاشا مفعما بالإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين مصر والهند إلى المستوى الاستراتيجي، واتفقنا خلال الحوار الذي جرى اليوم مع دولة رئيس الوزراء على دورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، ووضع الآليات التنفيذية لخطة التعاون المشترك بين البلدين. الحضور الكريم، لازلت أذكر أول لقاء جمعني بدولة رئيس الوزراء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2015، فقد خرجت من ذلك اللقاء باقتناع بأن جمهورية الهند ستعرف تحت قيادته طفرة في التحديث والنمو. كما تولد عندي منذ اللقاء الأول تفاؤل كبير إزاء مستقبل العلاقات بين بلدينا، هو التفاؤل الذي يتأكد لدي مع كل خطوة نمضيها معا على تطوير العلاقات المصرية الهندية. ختاما، لا يسعني إلا أن أعبر لكم عن تطلعي لاستقبال دولة السيد رئيس الوزراء مودي في زيارة قادمة له إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة لاستكمال محادثاتنا البناءة وتأسيس مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر والهند تقوم على الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا
شكرا لكم فخامة رئيس الوزراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, sir. That concludes the press statements. Please remain sitting.